موجز العاشرة مساء، أهلا بكم وتقبل الله صيامكم. بداية بوريا، ثرى عصر اليوم بمقبرة بن عكنون بالعاصمة جثمان الفقيد المجاهد والحقوقي ومؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، الذي وفته المنية أمس عن عمر ناهز 100 عام. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد بعث أمس برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد وذويه ورفاقه المجاهدين، أشاد فيها بمساره النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية وأثناء ثورة التحرير المجيدة وخدمته للجزائر المستقلة. وقد حضر تشيع جثمان الراحل مستشارون لدى رئيس الجمهورية والأمين العام لوزارة المجاهدين، إلى جانب شخصيات وطنية وسياسية ورفقاء الراحل. إنا لله وإنا إليه راجعون. استكمالا للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة أواخر شهر مارس الماضي من قبل المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية الماك متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن، بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من قبل هذه الحركة، حيث اتضح من خلال الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في حركة الماك التخريبية المدعو حا نور الدين للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي خبيث يتعمد تنفيذ هذه التفجيرات، ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية، حيث تورط في هذا المخطط عدة عناصر ينتمون للحركة الانفصالية الماك تلقوا تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية. تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في من هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد. الاعترافات التي أدلى بها المدعو حدار نور الدين العضو السابق في حركة الماك التخريبية وحيثيات هذا الملف تتابعونها بعد الموجز بالتحليل والنقاش في برنامج الجزائر مباشر مع الزميل محمد عبدون. سجلت 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 141 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دعت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بولاية الأغواط الأطراف التشادية إلى التهدئة والمصالحة لتفويت أي فرصة لضرب استقرار البلاد إثر رحيل الرئيس إدريس ديبي. وحث الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي التيجاني في بيان له أقطاب زاويته في دولة تشاد على السعي الجاد والحثيث للدعوة للتهدئة ولم الشمل، وهذا بمعية كافة الأطراف الفاعلة الدينية والمدنية. تمكنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يومي الأحد والاثنين من تنفيذ هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة والمحبس بالجدار الرملي حسب البيان العسكري رقم 166 الصادر اليوم عن وزارة الدفاع الصحراوية. هذا وأشاد منتخبون محليون إسبان اليوم بصمود الشعب الصحراوي وكفاحه المستميت من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. أغلق الجيش الإسرائيلي بحر غزة أمام مراكب الصيادين ومنعهم من الصيد حتى إشعار آخر، ويمثل الصيد موردا هما للعائدات في غزة التي تخضع لحصار شامل منذ عام 2007. نهاية الموجز، العودة إلى محمد وبرنامج الجزائر المباشر، ألقاكم في منتصف الليل، إلى اللقاء.